الله بجهودهم Thank you.
الشمة يسند بي ميك أوزيفي هلا هنا نبيه لصدقة قد اللي يعمل ما أزمن أبتيلو أبتيلو في نهري أناك نقرنا نقايمنا نؤثر مصبت ديهم الريش وهي زكن كلمة لفضيلة رئيس الطائفة القنزورة الربي سلوان شاكر فليتفضل. ألو بشمات هي ربي أيها الحضور الكريم أسعدتم مساء أسوث لهوي الخرم هذا اليوم هو يوم عظيم لطائفتنا ولديننا إنه يوم بمثابة عرس كبير بمثابة ولادة جديدة لرجل دين جديد هذا اليوم لا يتكرر في كل يوم إنه يوم مثالي من أيام هذه السنة في هذه الأيام السبت والتي فيها انبثق رجل دين جديد لهذه الطائفة هو الشولية أسعد داخل الجارة والذي بوجودكم وثباتكم أضفى رونقا ونورا وبهجة على هذه الطقوس إنها طقوس الصيرورة طقوس الولادة التي فيها استلم رجل الدين هذا أشراره الدينية الواحدة والعشرون والتي من خلالها ومن خلال تلك الطقوس أصبح رجل دين مأذون في أن يطبق الطقوس الدينية المقدسة لديننا العظيم هذا اليوم هو كتلك الأيام التي كانت تقام هنالك في بلدنا العراق في بلاد ما بين النهرين لا يختلف شيء إلا عبيرة وطعم العراق هو نفسه هم أنفسهم المندائيون ها أنتم الذين كنتم تحيون هذه المناسبات أنتم نفسكم ها هنا في هذا المكان مقر الجمعية المندائية في ستوكهولم والذي أصبح بمثابة بيئة مندا للمندائيين يجمعهم في كل شيء في سرائهم وذرائهم
وفي هذه المرة جمعهم بعرس كبير هو عرس الطراسة. في هذه المناسبة أود أن أبارككم وأبارك وقفتكم وأبارك وجودكم معنا، حيث تلك الأيام التي لم نذق النوم فيها، فكنتم الأنيس لنا وكنتم القوة التي استطاعت أن تبقينا صاحون خلال تلك الأيام. إنني وباسم مجالسنا، مجلس العموم ومجلس الشؤون ومجلس رجال الدين، إذ أشكركم الشكر الكبير الذي يعجز اللسان من أن ينطقه، فإنني إذ أشكركم شكرا كبير، وإذ أهنئكم على انبثاق رجل دين جديد فيما بينكم ولهذه الطائفة العريقة. إنني إذ أشكر شكرا كبيرا الجمعية المندائية في ستوكهولم وجميع جمعياتنا المندائية في ستوكهولم وفي السويد التي ما برحت في أن تقدم المساعدة سواء كانت معنوية أو مادية. أشكر جميع المندائيين الذين قدموا مساهمات ضيافة للمندائيين خلال هذه الأيام، أو مساهمات مادية لدعم هذا الكرنفال وهذا العرس الكبير. إنني أشكر رجال الدين أجمعين وكذلك مساعديهم الشكندي والمتهيمنين. أشكر جميع رؤساء الجمعيات وممثليها في السويد وفي الخارج الذين قدموا وشاركونا هذه الفرحة الكبيرة. هنيئا لكم أيها المندائيون هذا العرس الكبير، كما وأشكر القنوات التلفزيونية التي ما بخلت علينا في مناسباتنا كي تنقل هذا الحدث الكبير وتنقل مناسباتنا المقدسة لتكون فيما بين البشرية جمعاء. شكرا لكم وأهلا وسهلا بكم. جنود مجهولون قالوا على أنفسهم أن يتجشموا عناء هذا العرس الكبير، فواصلوا الليل بالنهار من أجل أن يخرج هذا العرس بأبهى صورة. كلمة اللجنة المشرفة على التكريس، يتفضل بإلقائها الأستاذ كريم صبري. تشبههم زي ربي. السيدات والسادة المحترمون، ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العرس المندائي الكبير المتمثل بتكريس الشويلية أسعد داخل الجارة المسودني برعاية الربي الكنزبرة سلوان شاكر رئيس الطائفة في السويد. ورجال ديننا الأفاضل والإشكندي الذين ضحوا براحتهم من أجل هذه التراسة، ليضاف شيخنا الشويلي أسعد إلى كوكبة رجال ديننا الأفاضل ولخدمة أبناء الطائفة في كل أنحاء العالم. فهنيئا له ولنا جميعا في هذا اليوم الأخير المبارك. بوركت كل الجهود التي آثرت الشويلية أسعد داخل في هذا الامتحان الصعب والذي اجتازه بنجاح باهر. كما لا يفوتنا أن نشكر أخوتنا في الجمعية المندائية في ستوكهولم رئيسا وأعضاء، ونخص بالذكر الأستاذ جابر الدهيسي والأستاذ نمير السليم
لموقفهم الكبير وتأخرهم على الليل لإنجاز والإشراف على رائحة الزائرين. كما وكل شكر للذين ساهموا في دعم ضيافة الأيام السابقة، لكل العوائل في دعم الأيام السابقة والأخوة المتبرعين، منهم ماديا منهم السيد فاضل إبراهيم رزق 10,000 كرونة، السيد ضابر إبراهيم رزق 5,000 كرونة، العائلة المهناوية 5,000 كرونة، الأخ فارس زهرون وعائلته وأخوانه 5,000 كرونة، الدكتورة سعاد المهناوي 2,000 كرونة، السيد زياد نجم المهناوي عبد الله 1,000 كرونة، منير عبران الجارة 2,000 كرونة، السيد رياض غياب سيفي 1,000 كرونة، السيد محمود سلمان 1,000 كرونة، السيد حامد سعيد سيفي 1,000 كرونة، السيد العابي تامر 1,000 كرونة، وكذلك السيدة أخلاص غازي عبود 500 كرونة، والسيد بشير خيري كشمر 1,000 كرونة، السيد سمير السيد سليم يوسف عمارة 1,000 كرون، السيد سمير بطيط 1,000 كرون، السيد رافع كامل بنداني 1,000 كرون، السيد نصير صبار طلاب 500 كرون، السيد العيبي كريم موحي 1,000 كرون، السيد كامل جودة 1,000 كرون، السيد أسعد شيخ جوار 1,000 كرون، السيد المدياد شاكر عبد الكريم 125 يورو، السيدة رونق خالد مزهر 100 دولار، دكتور عبد الهادي صالح 1,000 كرون، العائلة الجهازية 3,000 كرون، جمعية الزيوة البندائية 2,000 كرون، العائلة البريجية 10,000 كرون، العائلة البنغالية 5,500 كرون، والسيد نضال الخميسي 200 يورو. شكرا جزيلا واهلا وسهلا بكم. خالص شكرنا الى فضيلة الترميدة ماجد داخل لما بذلوا من جهد كبير ومعاناة أيضا، وكذلك فضيلة الترميدة خالد الشاوي الذي قدم من ألمانيا ليعازر أخوته الشيوخ في هذا العمل الكبير أيضا، كذلك السادة عبد الرزاق شمخي وعائلته المحترمون وذات مؤمن الدنمارك، السيد خلف حربي العثماني الأثماني القادم وعقيدته القادمين من فنلندا. نكرر شكرنا وتقييمنا بكم وكل الذين اتصلوا وأرسلوا رسائل وبرقيات تهنئة بهذه المناسبة. شكرا جزيلا. رغم جهده رغم تعبه رغم سهره لهذه الأيام التسعة، أبا الشولية أسعد داخل الجارة إلا أن يعبر لكم عن شكره وتقديره لمؤازرتكم له بهذه المناسبة بكلمات قصيرة، فليتفضل بإلقائها. يا ربي أخواتي أسرتي حضور الكرام، أسعدتم مساء، يا له من يوم سعيد، هذا اليوم الذي أقف فيه بينكم ولقد تحققت أهم أمنياتي وأرجائي، هذه الأمنية التي بقيت معي أكثر من 20 عاما، وشاء لي ربي قد ماي أن ترى النور هنا في هذه الأرض وبينكم أحبة أبناء النور الكرام، وعلى يد أخي والمعلم الجزائري السامي الاحترام سلوان شاكر رئيس طائفة السويس، وبمشاركة أخواننا الكرام رجال الدين الأفاضل، إنه فخر وشرف عظيم أن يصبح المرء رجل دين مندائي كي يساهم مع أخوته في إعلاء شأن المندائية، ومد يد العون إلى جميع أخوتي وأبناء السويس وخارج السويس. سوف أخدم ديني وطائفتي في أي مكان من هذه الأرض بكل إخلاص ومتفائل،
قمة لأهلي وعائلتي وطائفتي، وهذا عائد علي لا تراجع فيه. أخوتي الأعزاء، إن ديننا المندائي وطائفتنا تمر بأحدث الظروف الصعبة من هجرة متشتت في بلدان العالم وأرجاء المحمولة، وفي هذا الظرف الصعب علينا جميعا رجال دين ومثقفين ومسؤولين مؤسسات المندائية وجميع أهلنا إلى التكاتف والتعاون والتآزر لنعبر هذه المرحلة ونكون يدا واحدة في المحافظة على ديننا النوراني ونرص الصفوف من أجل طائفتنا الطيبة. وفي الختام أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى جميع من ساهم في إنجاح هذا الكرنفال الذي يقام في جبل السويد لأول مرة في ترسيم راديو الدين، فشكرا جزيلا أخواتي وأخوتي. كما أشكر وبكل ما في قلبي من حب وإخلاص لزوجتي الحبيبة التي وقفت معي طوال هذه الفترة وساعدتني لكي أوصل لهذه المرحلة، شكرا جزيلا لها. دخلت التاريخ بعد روحي. سليم يوسف عمالة شكرنا وتقديرنا العالي إلى جميع من ساهم في هذه المناسبة وهذا الكرنفال المندائي الكبير. شكر وتقدير إلى العائلة المهناوية التي ضيفت العوائل المندائية خلال اليوم الأول واليوم الثاني الملتقى الثقافي في ستوكهولم. واليوم الثالث للسيد نافع كامل السهيبي. اليوم الرابع للعائلة الخميسية المحترمة. واليوم الخامس للسيد نزار نسيم الخميسي المحترم. اليوم السادس لأولاد المرحوم غياث الله بالسيفي المحترمون. اليوم السابع كان للعائلة الزهيرية المحترمة. وهذا اليوم الأخير الذي هو ختام احتفالنا وكرنفالنا كانت الضيافة لجمعيتي نادي التعارف في سودرتاليا وجمعية هامينجا في سكوتلاند. شكر وتقدير للسيد قاسم غريب عبد الرزاق الكحيلي الذي قام بصياغة الشومياوة للشوليه والرب. شكر وتقدير خاص لمصورنا باسم ناجي الذي واكب هذا المهرجان منذ بدايته حتى الآن. شكرا وتقدير. هذا من جماعة العالم مسودني شرفنا العالم مسودني شرفنا العالم مسودني شرفنا.
شكرا وتقدير الدزان هذا الشوية. وين تجيب